بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. هون بأربعة أيام قبل لقاء الحسم في سين وادي ضد ناجي أمني الإيفواري لحساب دور التمهيدي الأول لدور أبطال إفريقيا، الفريق استعد على أكمل وجه قبل أربعة أيام، يتواجدوا جميع اللاعبين في صحة وعافية ولله الحمد، باستثناء موسى سماكي اللي سيعود للتدريبات بعد يوم أو اثنين. بعد مباراة الذهاب تعادلنا فيها تعادل إيجابي بدون أهداف، شاركنا في بطولة كأس العصبة كما هو معلوم، وفاز بها فريق إف سي نواديبو من خلال التأهل من نصف النهائي من خلال ناجي الكيجي من الزوارات، والفوز بالمباراة النهائية على ناجي تفرغ زينة من نواكشوط بهدفين دون رد. أعتقد أنها كانت بطولة مهمة، كانت استعداد مهم لإف سي نواديبو حقا لوقوف المدرب سانتياغو مارتينيز على جميع اللاعبين المتاحين. بالمناسبة شارك فيها 22 لاعبا من أصل 25 كانوا متاحين أمام المدرب. أعتقد بأن كل الأمور على قدم وساق، والفريق يعمل من أجل مباراة الحاسمة إن شاء الله بعد أربعة أيام.